طيب نروح بقى لاخر خبر معانا في اخبارنا المحليه من الوفد، ومواجهه سينمائيه بين ليلى علوي وغادة عبد الرازق في شم النسيم. من المتوقع ان يشهد موسم شم النسيم السينمائي اللي جاي مواجهه كبيره بين نجمتين هما ليلى علوي وغادة عبد الرازق على جذب الجمهور للفيلمين، فيلم الماء والخضره والوجه الحسن لليلى علوي وفيلم اللي اختشوا ماتوا لغادة عبد الرازق. الفيلمين دول من المؤكد ان شاء الله ان هم هيخوضوا موسم شم النسيم، ويمكن تكون هي تجربه اول مواجهه سينمائيه بين النجمتين بعد مواجهات تلفزيونيه كتير جدا خلال الاعوام اللي فاتت، خصوصا في شهر رمضان. بنتمنى طبعا التوفيق للجميع، وان شاء الله يا رب الافلام تطلع حلوه زي ما طبعا نجمتنا